بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا ما ينفعنا وسهل لنا حتى نحققه حبا فيك واعتمادا عليك. أمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني ودوا لو ما يخرجوش من الأرض، تسوى بهم الأرض، تقعد تسويها كما دفنوهم، يبقوا إلى أبد الآبدين. يعني لا بعث وقف المسار بتاع تحت التراب، أنت تحت التراب ولكن في حفر من حفر النار، وستخرج من أنفك وتمشي المكان عينه الله باش يكون المحشر، وترى العجب العجاب وانت تنتظر حساب، وتؤتى كتابك بشمالك يا من اخترت الشمال لا اليمين الرباني بل شمال شيطاني، وسترون ولا فائدة. حندعوكم إلى زيارة هكا استكشافية لبعض آيات القرآن حتى ربما تريدوا تكسبوا شيء من العلم الذي ينوركم ويوقظكم ويخلصكم من الورطة اللي انتم فيها، اللي أرادها إبليسكم أن تكونوا ضحاياها وتكونوا نادمين وخاسرين معه أبد الآبدين. نسأل الله السلامة 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 يا رب العالمين.